لا يفقص طلبوني وانا اللي في قص عليا ما فهمتش المشكله في حل الكجي بي. بغيف باش نختصر الحديث في الحديث المحدث هذا الكل انا طبعا على ليدي سمارة هاي صحيح البروفيل بي. يا جماعه بارتاجيو اللايف باش يرجع اللايف كما كان في 4000 بارتاجيو اللايف تنحكوا كعبتين وكعبه لا بارتاجيو اللايف مع سمور سموره طلعني معاك حاضر يا لله خلي يطلع اللايف بركه 4000 من بعد نطلعك معايا اما حاجتين ما تعملهمش عايش اخت حبك على عيني وعلى قلبي وعلى راسي لكن راهو كي تطلع في لايف وتعبر لي على حبك اللي هو على راسي تاج يتقلقوا العباد يتيح اللايف خاطر هما ايل سون فوت من الحكايه هذوما ما يهمهمش فهمت شنو وكي تطلع تحكي لي مشكله كبي فهمت طلوع اللايف لازم يكون عنده محتوى يعني قاشي موضوع انا ديجا حلتها الحكايه يا باش تغني ولو اني انا ساعات تكسر راسي خاطر واحد يعرف يغني و10 ليف نقعد نجامل فيهم ما بحبش المجامله يعني بدا صوته كيما الصباط الحرش ما نجمش انا نقعد نجامل فهمت انا نكره المجاملات ما نحبهمش فترسيلي باش يطلع واحد صوته بايخ 10 ليف يطلع صوته من حاشاكل اخرى اوكي صبوره ميرسي وصلوا لي لايف لل 4000 كيما كان يا حليلي على باش نمرض بجريجمي مرضى مخكم يقف زوني بعد نمشي نشري انتيبيوتيك خير ما كذا انا هذا جريجمي نجم نموت خاطر عندي لحمين كل ما نمرض بجريجمي نموت ونحيا ديجا خاش نتزعطط الدار هذيا الميتالمون كبيره ما نجمش نحل الشوفاجيت الكل نحل الشوفاجيت الكل يسب صراحه فاتوره الضوء معناتها تو مثلا الصاله هذيا ما يدخل لها حتى حد انا حالت لها شوفاج علاش الديفو اللي فيها اللي هي معناتها مش مسكرك على الاقل كان جنب الباب نسكرها خل تقعد بارده ف باب الصاله ما غادي انه نسخن الصاله نسخن بيت نوم وبيت نور لازم الديار الكل الكلوارات ثلاثه لازم معناتها انا عادي يجي الزملات الزملين ضو انا كي مش نشغل خدم الشوفاجيت الكل فخرجت من بيت النوم خاطرها دافيه بمليون ونص وطول استلمت القاضيه على عينه قمت على الصباح نقضي وتعرف ايش نعمل هي عرضتني هزيتها نسيت روحي نتزعطت بالمليون ونص كريج ما ولاو يحرقوا فيا سموره وصلتني فاطمه وستوش شخت عليهم برشا صحه وفرحه يا جماعه جايين اريفاج جديده في ستوشيت اتفطق باش يقعدوا ستوشيت هذيكم موجودين واريفاج اخرى نتاع ستوشيت يميمتي 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 وراهم لي بارميل شفتهم يميمتي ماركه تونسيه دخلت فيه المخشي مع في حليب الغوله حليب الغوله مش نتاعها الستوشيت هذوكم لحد شيء ما هو نتاعها هذيك الباج تاخذ ما عندها ديزوتر غوفوندور وتهبط عندها فهمتوش كيفاش معناتها عندها حاجات تبيعوا فيهم هي حاجات اخرى دي غوفوندور معناتها يبيعوا عندها فثم روفوندور اخر دخل بيمين تي يعمل اكسبورتاسيون يبيع فيهم البرا تشوفوا كاليتي استوشا قلب اما اغلى ما يزولي في الكارون دينار ماشي هك خاطر هما قالوا لي اونتر 30 و 42 والحاج كيما هكا حاسيلو في البري هذاك مازالو ما يعرفوش خاطر لازم يحدوا بري الجرو من عند شفتي ستوش اللي بعثتولي في البريفي اللي بعثتولك لا اي سيكان سيكان لا مش سيكان دي بورتفو يعمل زاد سيكان هي ماركه تونسيه تعمل كان اكسبورتاسيون ما تعملش في تونس تبيع كان البرة خاطر الكاليتي اللي تبيع فيها تبيع فيها البرة كفما ستوش يبيعوا فيه شفتوا سور امازون هما خذوا لي تصور سور امازون وبعثوهم لي حصلوا سور امازون يبيعوا فيه ب 39 يورو يمين تشوفوا ستوش تشوفوا الكاليتي نتاعو يمين كان يبيع في دي بورت كلي يبيع في شيء سكتنا توانسه مقويهم والله ما يلقاوش حظهم سكنات في تونس يبيعوا البرة البرة السلع التونسيه مغرقه الدنيا البرة لكن لهنيك يعمل كاليتي باهي وكل يقول لي سمره غالي بوفار داشا تاع تونسي ما يقدرش عليه والدوله هيت 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 يخايق روحو مش خالص الاكسبورتاسيون تاع الصباب اللي نعملو فيها في تونس شيء يشبه للكذب ديور وغوتشي يعملوا عنا الطويبه ويعملوا عنا الخياطه ويعملوا خاطر اليد العامله ارخص نغال ان شاء الله دولتنا يجي نهار وتقدر الصنع التونسي واليد العامله التونسيه ونوليو فريمون خاطر نستحقو اون لو ميريت اون اي دي كرياتور ما احنا قويين برشا في الكرياسيون في الخدمه وفي العيد العام تبقينا على البخل والتكركير ها هذا ما نحيو ما فيهاش نقاش والدوله ما تعاونكش ما تخليكش تتنفس فهمتي سموره اش تحب ماركه لبس نحب زارا في الحاجه اللي مش غاليه بارابور لبنات الكاليتي مش غاليه تتسمى زارا نحبها زارا برشا في الموديلات نتاعها ما يمنيش المهم قماش باهي خياطه باهيه وموديل حلو ما يمنيش الاسم اللي مكتوب بالتالي زرا تعجبني برشا برشا وفلوت جام فنتيسر تعجبني
وحليك ساموره المدام شبيها عليك. اسمع اولا عايشه اختي باش نبلوكي باش مره جاي معجبد الاسم هذاك في بروفيلي. فانت والخرا هذاك في زوز فرد مستوي ما تخرجوش لربي لهنا لللايف. اي اخرجوا على نميزي من التفبريك اللي تعملوا فيه مع بعضكم تو يتيح فيكم ربي تهني واللي يعملوا لي يتفرج. اخرج على نمي ايش اللي هنا يقصني كان انت والبوزقليف اللي تبعوا فيك عبد ما لقاتش خير في ترمها هز علي. ادعي لي برشا اسمعني راه اي انسان قاعد يبعث لي في كابتشور على انسان احكي عليه نبلوكي فيه اقعد تفرج غادي ما تجينيش لهنا روح نايك شبيك ما تسافرش خاطرني بخلية والله لا ثم حتى سبب يخليني ما سافرش. انا مانيش من عشاق السفر انا كل ما نتفكر البلاد اللي باش نمشي لها قداش نتمرمد باش نوصل لها نبطل وجو سوي كازانيه غيسر كازانيه حتى كي نمشي للزوتيل وكل ما نخرجش منهم ما تنجمش تقول لي علاش انا هكاك ربي خلقني كيكا ما نعرفش علاش فقل لي علاش تقول ما نعرفش علاش انا كازانيه وياسر على عكس ما يتصوروني العباد ياسر كازانيه وياسر كالم وياسر محيطي ضيق وياسر كلمه وقص وياسر انفيرمي على روحي مانيش ياسر نتحط في محطه نتاع فدليك اجتماعيه وفدليكه برشا اما مش تاع كل يوم انا تاع مره في الفيل تاع ويكاند هكا مانيش تاع كل يوم نفد كل يوم من برشا عباد او من برشا تنقلات وما نحبش ما نحبش تريدح الاحداث في حياتي نحب الاحداث المستقره والوجوه المستقره الله لا يبدل علينا وجوه جمسه جو سوي كوم سا علاش ما ندريش ربي خلقني كي قلنا قداش من بلاصه قلنا قداش من بلاصه فيش عزيزتي محليك يا عمبوزينك يا مره ربي خليك سموره محليك عيشك صفر غرام يعطيك الصحه هاك لقيت لي جايبه صفر غرام فما بتموت على الصفر سي با مو فهمت اما وكان سيب يعني نقلق ساعات نحب نسافر شبيك متغشه سمر لا اليوم مانيش قد بعضي عزيزتي جمله زيد مس انا اشوف نقوم الصباح نعمل عركه نهار كل يطلع سبب قمت الصباح عركه صباح عركه في الخدمه طلبوني نفخوا لي قلبي قلبي تنفخ قد هكايه لا هذاك يحب يخدم وذيك بطلت وذيك روتا انا قلبي تنفخ اما طحت قلت لهم تعرفوش كيفاش يحب يخدم تفضل اللي ما يحبش يخرج عليا وكاهو فوق على وزني انا راسي يوجع فيا ياسر فهمت شنو قيلوني قيلوني تخنقت تخنقت ني تخنقت فهمت دي اكا وعرفتوا النهار باش يطلع معكر مسكر مصفر معفر وزيد نور طلعت هكا قامت الصبيحه مكعفصه زيت وترت لي اعصابي تمشي بشويه وتقضي بشويه وبعد تلفت قاعه عامله هكا جابت لي الكوبي قمت باش نعمل زيت الخزام على القهوه في الفحم وفي اليوم حبش نقول الكلمه تقلبت المزاج في برج الجوزاء انا زيدا كان نقوم نتنرفز نعدي نهار كامل ولا هذيك مشكلتي تنرفز تاع الصباح نعدي نهار كامل نرفز وما نحب نعمل حتى لو ما عنديش امور باش نعمل ستوريات جمله مانيش اون بون امور سمره لايف في نهار انجازات 2023 ما فهمتكش سموره احكي لنا على الباك ما نحكي عليه الباك شعرك تصلح ما شاء الله اوي تصلح بالقدي شعري وي ليه ركزت مع فميش هذي شعري تهلك عندي شوفوا انا راو ديما شعرتي جويدة هي بيدة عشان انا مش مشعارة ملطة الشعر وانا شعري غزير اما الشعر بيدة ياسر جويدة فهمت فاقل حاجة تتضرر نجبدها ورا بعض وشهر تهلك ياسر سنسيب شعري وترني مزيان ايه مبليد برشا مثلا برودوي ما يمشيش معاه يصيش البحر والجفاف انا شعري في الصيف نبدا نبكي خاطر ما شعر البحر يهلكو جميل جف الكلور يهلكو شنو نعمل يا اخي نعوم بوني انا قد ما نعمل نعمل البروتيكتور نعمل الماسك قبل نعمل الماسك من بعد لازم شي يقولك ما 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 انا الصيف يجي وانا نتفجع من شعرك شعري كيفاش شوال شعمتلو شعر نعملو في برشا حاجات ناخذ المكملات الغذائيه دايا قلت لكم عليهم من عند بارافندري اسالوهم حتى كان باش ما ناخذوش برشا وقت في اللايف على خاطر هما يعرفوهم على خاطر انا منهم هما ناخذ من عندهم كيف زاد قاعده نجرب كل مره في روتين لك والبنات الطويل الطويل نتا طول شعري زاد بالفيتامين هذوكم وراني نعمل فكه فطومه والله ياك فطومه ما تحقروهاش هي ب 15000 صحيح اما والله العظيم تعمل العمايل هذيك والله ما تواظبوا عليه وبالطريقه اللي قلت لكم عليه وراهي الكونتيتي اللي قعدت مش برشا كان بعد ما تخش تنفخوا لي في قلبي كل مره دا يا اخي تفر مع شوري في ستوري باش ما قعدش قلبي تنفخ اوكا في علم الطاقه سمره بليش عملت العين الليزر ترف في علم الطاقه العين ترف ما عندهاش علاقه بعلم الطاقه سمره كي تشلق بصاحبك يخون فيك شنو تعمل نحبش ما تحبش شنو ما نحبش نتصرف بغبي ليه ما تتصرفش بغبي ساعة كل ما تشلق بثمة خيانة أهدأ ريض
اهدى على خاطر اي تصرف باش تعملوا باش يكون اكبر مقدار العبد هذاك. والله والله قد ما تزيدوا عام في عمركم تتكشفوا قديش الخاين يضحك وقديش السارق السرق يسخف وقديش الكذاب ذليل. معناها فعلهم فيهم الكذاب ذليل ذليل ما بين الناس ذليل ما عندوش قيمه ما عندوش قدر ذليل ومدنكس ومخيب ورزقه كله خراف الظلام حرام ساعة معناتها عايش في هم وفي غصره وفي تقفيف وفي طاقه فقر وعنده فلوس راه فهمت. والخاين يقزز يجيب الردين ما نعرفش كيفاش نفسر لكم. توا الوزغه كي تبدا تدور في الوحده تنجم تقتلها ما جوست تزوغ منها هكاك الواحد يزوغ بالخاين. انا نحسه مسكين وكاو مريض بنمو ولا كيفيه ولا هي مريضه بمدوده عندهم مرض السكسولوج السكسي بانس كما قال عدلي ميم عندهم السكسي بانس خيانه ومسكين ما نجمش يشد روحه قدام حتى مراه تحسه كيما البويل عرفت كي عنده شكاره البول طايحه اللوطه مسكين كل ما يرى مراه يهرول ويبول على روحه وهي زاده كيف كيف كل ما ترى راجل تهرول كي وتزلزل وتعمل كي مخيبه ومرخصه يعني نطلع عليها فهمت نهار طول وهي تحك كي هذيك الحمى ياكل فيها على الرجيل هكا نهار طول وهي ياكل فيها ياكل فيها ما تنجمش تقعد رايده معاها راجل وتخون فيه معاها هذاك وتخون فيه هذاك وتخون فيه هذاك وتخون فيهم وكلهم فهمت وليه بصفتهم على بعضهم تخون فيه بلا بروحه يصير مزيانه. دايوغ الانسان اللي عنده الخيانه يا عنده البوله عنده كيما قلت لكم شكاره البول طايحه يا عنده منقص طاقه ترفض ياسر في فتره المراهقه نتاعو ما كانش محبوب عند النساء هي زاده ما كانتش عندها صيت عند النساء والا زاده عندكم ديفو كبير اخر تلقى صاحبهم لانتيم في فتره المراهقه دوب ما طلعوا تلقى صاحبهم لانتيم ولا صاحبتها لانتيم ازين منها برشا فديما الرجال تمشي عليها هي ولا النساء يمشيوا له هو فهو تكونه كيما عقده النقص تكبر معاه فكي يكبر دوب ما يفرتل شويه وكي يعمل مسكولاسيون ولا هي تعمل شويه بزازه شويه تربه تولي تعلم عاد تعمل لك الكيراتين في شعرها تركب الشوافر تلبس وجه اخر فهمت هو زاد يعمل شويه مسكولاسيون مع يعمل كيراتين يسبل شعره من بعد يولي يصلع ولا محال يتعلم يلبس شويه تلقاه هو مش اللي كانش ليه بروحه جوست وكاو بيعرفش يحط زيرو اون فالو دوب هكا ما ربي يعطيهم شويه نور في وجوههم طول البوله تطيح طول شكاره البويله تطيح ديم تلقاه ما عندهم شكاره البوله طايحه هي تلقاها هكا ترقل على الرجل فلان انت قاعده معناتها تنفخ لي قلبي توا معناتها انا قاعده نغزر ما عندي ما نعمل كان نغزر شكون غزر لي وشكون كحل علي في كحل ولا زمر انا نعرف انا يعني مره مزينه بزر فهم شكون يكحل علي لكن مش هذاك الاوبجيكتيف نتاع الخرجه نتاعي فمانيش كونسونتري مع شكون قاعد يغزر لي دايوغ انا كي نمشي نقابل الرجال في الخدمه حتى مره لبس نسي حد جو سوي تري سيريوز معناتها نقعد نحكي نفدك نضحك نقتل بالضحك راني اما ما نعطيك شكل لاغ اللي انا فان فاسيل انا مانيش فان فاسيل بطبيعه دايوغ انا نوقف الشوق على ما هك لساني داير فما عينيش ما نحبش كون نضرب فينا راجل ما نضرب فيه بول عليهم الناس الكل بغيت بالنسبه لي هو او ليها هي تلقاها قاعده نهار طول وهي شكاره البول طايحه هاي كيفاش تبدا شفتوا هذاك غزر لي هذاك مضروب فيا مي انا كاسكو جو دوا فيغ جو مون فوز زح هذاك مضروب فيا هذا هبل عليا شفتوا هذا ديما يبعث في المساجات وحقرت مش روبير راهو كيبدا برشا رجال يحبوا عليك معناتها انت زبور ياسر ماهيش روبير دايوغ الزبور ياسر قبل تكلمش عن سي جمله على رجال جمله ما ال صنفو ما تقولكش لفلان مضروب يبدا صاحبك مضروب فيها وما تقولكش صاحبك راجلك يجي وراه يبعث لها في المساجات 24 ساعه ويحكي لها كيفاش انت مسخه وكيفاش انت بارده وكيفاش انت خامجه دايوغ هي تبدا تبلع وتغص تحقر فيه كيفاش يحكي عليك هكا كذا المراه اللي بالرسمي ركزتها واقفه اللي تعرف اللي عندها رجال وراها مش اللي عندها بوزق الليف فتلقاها تبدا متقزه منه كيفاش يعمل يحكي عليك بالخايب فهمت تبدا ترى في التصويره بوضوح تبدا ترى فيه كلب ساقط شكاره البول طايحه وكيف يحكي عليك باش يحكي عليه فهمت كيفاش تبدا ترى فيه بنت الصنديده المراه اللي عندها وعي كامل المراه الاخرى تبدا ترى في روحها زبوره عليك واحده كيكا راهو ما نقلاش بيك فهمت يبدا راجلك يكحل عليها تبدا هي ترى في روحها ياسر مزيانه عليك ياسر هي تقتل وانت عندها عقده النقص كما قلت لكم قبل تلقاها ضربت في واحد عطاها بعثها فهمت ولا زوز ولا كذا حسيت مش مرغوبه تقعد في قاعده مع اصحابها بس نسوي شيء بس نسوي اصحاب فتلقاها عندها شكاره البول طايحه وعامله كشكل عمرها كله هي تحب تثبت روحها ليه الزبور عمرها ما عندهاش حتى شغل شاغل في حياتها كانت تعجب تبدا عامله ستوريز بها تبدا عامله هكا في ستوري تخيل انه ثم شكون قاعد يغزر لها وباش تضرب فيها وبتيت تنجم تحشيه وكل شيء مخها هكاك انا عارف مخه مين فديما هي عامله هكا ما تتخيلش ثم عبيد تغزر لا ديما تتخيلي ثم راجل باش يكحل عليه هي ديما في حال هي كحل هي دبوزه كحل تحس في روحها ولازم اللي راه يكحل عليها فديما تلقاها تيري بركات ديما 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 لاحظ عليه ما تخليكش تصورها كان كي تبدا قاده وديما ما تتصورش نورمال ما عمرك ما تلقاها تضحك ضحكه هكا في التصويره جامي ديما هكا
نجي ما تعمل هي انا عندي هذه راهي ظاهره كي تعملوا لها هكا راني راكم في تيك توك هكا تعمل في يا حياه قلبي وكحلي تعمل في فيلم بورنو بوجهك ماذا مخيبة هذه ظاهره انت تنسيها مش منفوخه واحد يا حياه قلبي وكل منى ما دور ما كان هكاك لا كيكا برا تلقاه مسكين حالته حليله باش بس ما راجل مخه وانت تعمل لك يا حياه علاه تعمل لك هكا ماكش هيفا وهبي هيفا وهبي كل ما تقرب لها تخسر في حياتك ابعد عليها المره ديك راهي ايفا ابعد على هيفا ما عادش قروحك بيها لا هي خير منك انت خير منها بري انت كي ويكي اما كنت من هيفا 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 ما عادش تعملك يا هيفا كون امان عاش تكلم هكاك معاقين احنا ما نفهموش انت تتزبر طايح في راجل معليش كومونتير هذاك لمني حتى نور بنتي هاي قدامي تعمل هكا نحب نضربها بالابعين نحب نقتل علاش تعمل هكاك نور جيه الرب عليك نعمل هكاك حقا لي فلولا اللي لبنت لنا مثل امراه وتسلم علي قلت لك نحبك على الاخر نعم بوزينه قل لي شنو قل لي علاش علي عملت هكا طول طول عملت هكا لا لازم هكا باهي شفتوه الوجه هذاك واش حلو اوكي هكا اللي هكا ما تعملش هكا كاين فمك كبيره هذه تعطيك كبيره واحد او فخ سينو هكا عليه شفتوه الكومنتير هذايا ماما يفاش ما فهمناش كيفاش قاعده تقول ماكش عارفه تتعشي في المحمصه تتزبري عليه باهي ميسير شاني سكت تنام شني باهي ما كاش مولي تنمر نانا تنمر صافان تنمر نانا مر انا نتنمر ما يهمنيش نتنمر ونكل السبون برد على قلبي حاجه ما تقلقنيش تابع الكريم الزايد مش مشكل ماني نقول في الكريم الزايد زيدوا كملوا عليها تتنمر علاش انا نقعد نقول في الكريم الزايد برك ولا ونبرد قلبي ماني نبرد قلبي ونزيد نبرد قلبي ما عليه عليه في 24 ساعه تحس روحك لازمك تعجب انت مزيانه وتعجب انت مزيانه وتعجب شوف الجمال يتكلم وحده وزيدنا احنا عندنا الفليتر عامل الفليتر برك مش استعمل كيك اضربي لها فيلتر في اختك سمارة لا عندك تحويقة لا عندك حد شيء هكا محليكش بي هاني ونعملش هكا انا جيتك خايبة عليها علي تحب تنفخ انفخ فم حد ما قالك ما اما هكا لا هكا لا كيما اللي عاملة اكستنسيون والله واما خارجة من هوني عرفتوها كي تبدا خارجة عاملة هكا من هوني ظاهرة مخيبة ولا يبدا مثلا شعرها اصفر والاكستنسيون كحلة كيكا نفس المنظر ولا يبدا شعرها كاريه غارسون ما نعرفش كيف حتى لهنا يبدا هو هكا من هنا فهمت وها هو هكا ما يركحش فهمتوا هذوما طول هاطين طويل هكا ما كنتش سامعه يلصقوا شفتهم الفقناي بالكل فور كل مش هكا تبدا ما يسالش المهم ما تهزهش وحدك هكا تهزها وحدك كرش الكوبان وترخي ترخ ساعات الشفه موتوا فتفتوا ما حد حد ما قاعد نحن قاعدين نموتوا ونفتفتوا من التقوحيب نتاعك كما مش من اللي عندك من برا نجم نركز وش عندك تلما وتعمل هكا ما قاعدين نموتوا ونفتفتوا على الاخر نحن متقوحين فانا مانيش نرى فيها حاجه ناجحه جدا بالكل وما فهمش علاش وراهي الفلوس ما تجيش بالتقوحيب وراهو النجاح ما يجيش بالتقوحيب وراهو هذوما حاجات عندهم علاقه بقوه الشخصيه والتصميم والاراده هذوما هما الحاجات اللي يوصلوا مع الاعتناء بالشكل الخارجي ما قلنا شيء كلنا نساو ونحبوا الشعر ديما مكدود والمكياج ديما محطوط والوجه ديما مزيان والظوافر الضيفات حتى كانوش مقدودين هذه حاجه تابعه الانوثه بتاعنا اما كونطون انك سيلير اي ميساج مالك تاكسي لي دخلي فلوس ما كانش لي ان تاكسي لير وما تجيبي في حد شيء لا هاكا ما فهم شيء لا هذيك انا ضدها ها اعمل حاجه بها اما ما فهم شيء مش حلو مش مزيان بلس ليه الكل يعرفوا اللي تعملها فيقوا الولاد فيقوا ما عادش يحسر ولا يفهموا تركيب الظوافر تركيب الشعر يفهموا زاد بالليزانو لي سيلاسي يقولوا لك الكل لي فوزونغل يقولوا يكبهم ولا يفهموا في كل شيء ما يربحوش هيت فهمت تقسم الكلام نور بجنبك ودبر فيا انت انا نتكلم هكا بنتي تسمعني علاش انا بنتي قاعده مش فرش في لايفات انت مش بالك نتكلم في لايفات بنت ما تعرفش بالسرقه لهالدرجه معناها يزيزيو بتقوحي بيز معناها بالسرقه لهالدرجه على الاخر ما تعرفش نتكلم هكا في حياتي انا بكش نعرف فيها لا موضه باش نطلع الفيو انا كي كنتكلم انا نتكلم بالكلام الزايد لينا ربي يطوب عليه منه الكلام الزايد سينو منين نتكلم بيه ديما ونور ديما تقول لي يزي جيران تسمع ونام ما يزيش فهمت شنو؟ لا بعد تسيح كيفاش؟ تسيح نزيد نولي نسيح اكثر
اخترتها كيما هكا معناها باش نزيد نكرز اكثر كي قلت لك معناتها على اساس ما فهمتش انا البهيمه نتاعك ولا تحب جوست معناتها انت تلعب الجعب وتفهم اكثر مني في تربيه الطفله معناها على اساس انت قلبك عليه اكثر من نبعث لك تصرف عليه توكل وتشرب وتعيشها الكلام زايد الفعل نبعث لك نبعث لك بنتي توا نوصل لك قدام باب الدار قومي بها انت كي مادام تعرف خير مني وانت قلبك احن وتعرف مصلحتها اكثر من امها فازي نجيب لك الطفله اكل لوكيشن وتعاطف نتاع بالعالم تحب تحشي لي لكن انت ما على بالكش لا بيا لا بنتي جوست تحب تقزمني انا ذكر كليت منه ياسر نلعب بكم عشرة كيفك انا علاش كثرت الكلام متعاطفه ياسر مسخفتك تقول في الكلام زايد قدامها تاثر نفسيتها مش مشكل بيا انا معاك ماني ضدك توا نجي توا نخدم الكهرباء نحطها بحذايا قولي بنت اسكن نحطها لك اصرف عليها وربيها انت ولكن في التنبير انتي نمبر واه كمش تعمل لي كومنتي تدخل اللايف تلوج لي على ديفونا بكل ديفو تعير في امرك منين مش تبدين بكل هكا بين يبدا اللايف لو فاللايف عندك ما تنبر لين تتعب لين تفد لين تولي تقول فك عليا من ما عندنا خل نعطيكش الفرصه باش تطلع ديفو انا طول نصب الديفوات باش ترتاح اعضائك الكل وبعد في الاخر تخرالي فيه هي تعيش بنتي خليك الجوع سماره خرجت انا وخطيبي وصاحبه خطيبته به وليت فاش تعمل وليت تتشقنس انا حاسه بيك اختي تعمل هكا ما عادش تقعد نورمال تقعد هكا بالله بالله كلوتي باش تسكت من العزول منهم تعوجت كيما لحناش فوق الكرسي استنى سخن نقرا كومونتير هذه الشيخه هذا سمارة خرجت انا وخطيبي به وشكون وصاحبه خطيبته به وليت تتشقنس وتتدلع وتكيت وهي ظاهره وتتكيت تتكوت تتكيوتنس معناتها فهمت تتكيت فهمتك بنتي تقولي تتكيوتي وتتكي فهمتك معناتها لعبتها كيوت فهمت وخاطر ثم تكيت في الباك ذيك علاش وتكيت وهي ظاهره كبيره علينا الكل وياسر ظاهر التصنع على ضحكتها حقيقيه ولا غزرتها تنفخت لي قلبي وقلوبنا الكل اي كيكه حتى انا مره خرجت انا والمسيو وحده عيني في عينك تحب تنحيهولي عيني في كونه نغزر انا جورجان انا نضحك في قلبي معناتها انت ماشي في بالك وتي وهزي كان مشي معاك الخير لا فيك لا في نغزر لهم الزوز هي تتكيتنس هي اكبر مني والحكايه مش حكايه عمر لمحليات امراه جميله جدا الحقيقه لكن هذا لا يغير في موضوع هاك فيش تتكلم اقسم برب العزه لعمري ننسى الليله هذيك في حياتي اش غزل ها اتكلم فرنسي فوندامونتال قهرتني والله لما اقول لكم تا هيجيها تقتل هيجيها هكا عامله فيرني احمر هي اللي تخرج تخي بيل تعرف في 45 يومي تخي بيل بس صار هكا حلبيده مزيانه بس والله هك ما تصورش وبرشا كلام بالفرنسية ما نجمش نعاودو ومن بعد تكلم هكا وتعمل نو 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 انا كي قلت لك نقصد مسبله 24 ساعه هكا مسبله امان والله هكا العيدين ما فهمتش ما هذه ما تتهزش عليها حاجه ما فهمتش ها هكا كتضحك والله في الاخر قمت قلت له ما يقدروا نمي لنقلب عليكم الطاوله اقسم بالله والله العظيم والله وعني صارت لي الفزه هي هيا قلت لهم قدروا نمي نحكي الكل مع بعضنا شبيكم شديتوا بعضكم هيا انا اللي قاهرني اني انا ما قدرتنيش هي شي يهمني فيها اما هو ولا يحكي معاها وتحسوا بدا يطيح في الكرسي هكا ويذبل ويعملها يا لهوي يا صاحبة قاعد ما قدرتوش انا صحاب انا وصاحبة انا وصاحبة صحيبات بالقدي انا جيت مع اللي معايا هو جيبها طاح وزوز يحكيوا مع بعضهم انا من الاول ما تكلمتش خاطره مش عاطيها وذن باقي تحكي باقي تعمل هكا الراجل سيليزونت على الاخر عامله فيلم اباحي بالاخر بالكلام والله كان قاعد هكا بدا يقرب هو بجيب بحذيه بالضبط قرب وضرب كله هكا وين ماني كنت ناقل هيا قلت لهم الناس الكل تقدر روحي على نقرب الطاوله مانيش سيبه واحد انا بوبي قاعده بحذاكم لهنا قلت لي كيس كيس باس قلت لها حتى شيء ما كيس باس يا عزيزه مين تولي تقول لي نعش نحب نضرب شوك كوجهها بطوله قلت لها نحن قاعدين لا نحكيوا لا مع بعضنا دايو معانا كوب الاخر نحكيوا كل مع بعضنا مش كل زوز يحكي وحدهم ماناش كوبلوات لهنا كل واحد جايب الخريه نتاعو
قلت هكا قلت هم عرفتك اللي عملتكم كوا هي كلاس وما تيحش المساواه تي باري نايك عندي هكا غزر كفاز انت ما مش بيك تعمل هكا تي باري نايك قلت لها نعمل هكا ونص اقسم بالله ولا وليت نرعى شكايا اللي معايا ما يعرفني مهبوله هدني من يدي وخرج بيا زي قلت له خلينا نحكي معاه نقتلها ونقتلك معاه انا طيح لي قدري والله لا حسيت بالغيره حسيت بطيح القدر ما قدرتنيش هاني تنقوم نمسح بك القاعه نتا شنيا وين سمعت 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 قدام صاحبه ما خليت مقتله ويطعم اما ما نجاوبش عليك انا كونفست كيوت كم كوا هي اتقام على الاخر وانا بدقه انت مش مشكل انا بدقه مو برد قال انا قلت لي لما نشوف بك شمال ما انا ما يا اما ايش بيت عملك والله هكا عملت والله والله هكا حبيت نعطيها كف مرافقي من هنا ونوريك باش عطاك مخره وبوله انا هو ما خلانيش ما خلانيش حبيت نقول انا ايش بين نعمل هكا يجبد عرفتك وذنها خليها طعم قارتني هكا الطاوله ساعه هكا نعملها بسيقي خاطر خلطت عليها نجيبها كلها فلوس ورط نخوض الشمري انا قلت لهم شدوني هكا تولي نقتلكم تتمركوا علي اي اختي هي تتكوت نسش علينا فيها ما هو يطوحها في التكوت نيس لا ولا يتكوت نس معاها تحسوا هكا وروحت لتونس قلت له شفتوا المنظر هذا نجيب لك عيني هكا مازلت تتكلم خل روح لتونس هذا انا منجم لازمني نروح نمشي نلسوس ها وشفت الحكايه غادي من توفيق رصدت للمد للمد لك للمنديف قاعدة كيكا هني هاوي وهني هاوي يقول لك كيكا وين عجيته بالسياسة يحبوا يجيب لي الصحيح قلت له ليه نعرف هي هي جبدتك وراء فيها من قال لي شفت 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 طحان نشوف هاني خالة علقنا صراحي في قذر طحان هاي أختي ما نسهيش اللي لذيك أختم جيبي لي بابي عليه هكا في وجوهه نتاك يا اختي والله نحكي لكم صح والله قلت لكم هي كنت نت كنت يكنت تستعلي وهو تكيوت نسمع ديخ الا ايتي سيدوي باه والله والله هنا حاشاكم كلبين في القعده هي هي سيري سيري عفوا عليا برشا حاجه وهي سايبه الرجال كل عجبها كاني معانا بالعاني تحب تهنتني تعملي تمركي لي بوطو فهمتها والله العظيم قلت لكم انا نحكي لكم حكايه انفيزيبل انا بحذاهم في القعر من الاول هي كانت تكيوت نسى عليه وهو يحكي معاه ما يغزر هكا بشويه بشويه بدات كل متوتة الوح وانا عملت له هكا قلت له اقعد بحذاه تلفني وقعد قاعد بحذاه بيسكت قلت مش مشكل بكشي عيب وانا يا سمرة قعر انت نعرفك قعر ياسر كي تتغشش قدر شوية العبيد هي ما قدرتنيش هي ما قدرتنيش وانت ما تقدرنيش بهيت بس نسيكش عنا فيها تعرف في محاولات على روحها يقلي التربية حاجة ما تخصنيش المهم انتش عملت هو عامل ماشي معاها اللي نذيبة فيها سيح كالزبدة هو سيح وانا فيقت وامت له مسحت بيها القاعة كنت مستعدة تيح روحها اللي تتمنيكش عليا حسيت انه هو صاحبها صاحب انا وياه هو يعرفني يعرفني بالقديم ما تدخلش روحه جمله واحده جمله واحده خاطر يعرفني نقتلها عادي من ما نحسش انا كي نتغشش برشا ديجا انا نغزله قاعده كنا نعملوا هكا ويعمل هكا معناتها نورمال معناتها هو بيدو معايا مش ضدي جمله فهمت ما قاعد يغزر لها هو فهمت قال لي كذا قال لي بزلت كعرف انا شكرت البول طايحه ولا ما يهمنيش المهم انا قدروني بعد ما نمشي انا بروح اطوعت من عمركم لبعضكم ولا قاعده لا طيحوا لي القلب صحيح ما كان يسحب في القاعة عمري ما ريت في حياتي ريت نسيت تزعب الاشكال والوان ما ريتش واحده مسهوقه قد هذيك راهي والله الجمله تقولها هكا ونو نو نو تعمل هكا بصباحها باش توري الفيرني اللي في ديها وهكا وهكا ايش الفيلم البورنو اللي عملتي؟ الاحترام اهم شيء في العرب لا احترمني انا ما نجمش نعرف بعد ايش باش تعمل ولا تنجم تعرف شو اللي انا نجم نعس عليك انت تنجم تسال كل واحد يعس على روحه اما قدامي وانا حاضره لا مشيت انا قاعد اشوفك شايف لي فيك الرفيق انا ربي رفيق انا ما قدرتنيش انا لكن الغيره والحكايات هذوما سي اوتخ شوز نغير كل شيء لكن في الموقف هذا مش الغيره اللي حسيتها لا لا والله لا حسيت قله الاحترام
معناتها عفسوني زوز وتعدي شنو الزح واي واي ما تروس بارونت انا قدامكم حسوا بوجودي ايبوي كنت تنجم علاش تعملي في الفيلم هذاك تنمرني ما حاشتاش بيه تحب تنمرني انا فهمت قولك سماره والله ما نمرها هي حاسبه روحها حاجه كبيره هاوش مرقع عندها عقده النقص تحب توري روحها ديما خي برطو انا على الاخر ما نحبش معناتها لح... تي ما علينا المهم كنت تنجم هي كان حاجتها بيها انا هاني قمت ومشيت وبعد احنا في بلاصه بوبليك ابريتو معناتها كنت نجم تعطيه النمر وحتى من كان حاجتها بيا مش حاجتها بيا تحب تنمرني انا انا راني ياسر نفكر لبعيد ما نغزرش المشهد هذاك كهو خاطر انا كي نبدا حاجتي براجل ما نجيش نبزز قدام صاحبته نجم نتسرب له من شيره اخرى اذا بالحق حاجتها بيا هي ما حاجتهاش بيا هو ماهوش خير من اللي معاها هي حاجتها تنمرني انا وتوريني اللي هي زبور عليا هذيك هي المحكي الكل وانا فهمتوا المساج نتاعها فشديتها انتلتها هو حسابه من بعد هي على خاطر المساج نتاع كان هي بس نسيت وريت عطاته النوم ونشده هو برك هي ما عندها حتى دخل هي حاولت ولقات استجابه مش قصدها طيح لي قدره تحشتها بالراجل وكاو الراجل الناس الكل هو يختار مع شكون باش يقعد والمراه زاد الناس الكل تختار مع شكون تقعد لكن انها هي قدامي انا تبدا تعمل هكاك وتتكيوتنس عليا وتسايب عليا في التراهدين نتاعها وشكاره البول نتاعها تحت مرتين قدامي خاصه نلمولها في فرتها هذيك معناتها تحب تنمرني انا باش توري سمره كصاحبك بزنس نساء انت باهي هو بزنسك مالا طيح لكم قدركم الزوز معناتها انت اللي هوش عندك فيه هذيك انا حشتك بيك انت خاطر انت الميساج اللي بعتي هاني انا باش نمسح بيك القاعه نمسح بيك القاعه نمسح بيك القاعه ونروح حسين ومهتلت هكا العباد تتفرج فيها واللي تبكي زعما في الكهرباء باش تخلط عليها في الكهرباء نجي بزقت عليها من بعيد والله ما خليوني جهه نظرة خاطر ما قيت ما نعمل لها يا اخي عملتك عرفت وهبطت من الرمل اي صروا هبطت من الرمل وطلعت هكا وجيت مع الشباك بالضبط عبيت فمي بالبزق وقلت لها في وجه يا مخسر البلار طالع حبيتها هكا ديا وطهبت هنا خاطر شوية اللي قال ما خلونيش نعمل حتى شيء برش عليا وهما ثلاثة رجال ومعاهم امرأة فهمت كلهم جاوا يحوزوا فينا وهي تعمل هكا لا ما نصدقش وتعمل هكا هكا ما نصدقش طول نزلت غزلتني وانا يا غابة كلها ما صورني حد وحتى كان صوروني ما يهمنيش نام برد قلبي ومن بعد خلي صوروني برا راهي وتولي سمعي تو يقلب ولينا فوق في قلت لكم الحمد لله استني ربي ما صورني حد ما قلت لكم يا نهار نروح واي اي بي بي هاي نروح واي مش مشكله هاي. نحب نخلط عليها حتى على الاقل قلت نعطيها كف هكا شراهديني هكا من الشباك ولا ونبزق على ندخل سيقي طول ونضربها في كرشه اي ضربه على الاقل ما عادش عندي امل ما نجمتهمش به قلت له يا روحك وياك مشي طيك هاو زعما يطلعوا فيها في الكهرباء بقات تبكي في الكهرباء وتهبط فيهم محيار زعما تستسخ تسخف فيه لاخ والاخر مش عمنا رسمي الجمله يا اخي انا طلعت ما نحن هي كهرباء تبكي منك واحنا احنا قريب للرستوران القديم شوي شوي نتاع خطوتين البنات يا اخي كي وصلنا بحضر الكبتيت هذيك رهبتوا هاي كويق غادي فهمت كي وصلنا بحضر كهرباء دورت انا من بيبي باش نحل الباب ونقول حتى على سقاي عرفت ونعمل هكا راس ونمسخ تفو تفو يا اخي عندك وعندك اقول والله حتى كنت توجعت عمل هكا نعمل على كلب الله نحب نكسر ودي تتكسر ونكسر عروقي وعلب بتاعي تتقطع ونضربها ونشتلها ونشوه ولا ونخليها جمعتي ما تخرج ونعمل هكا 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 على كل واحد شي خلطوا عليا خلوا يا عاد خلوا يا عاد يا سي سماره خليت فيه راه معيش انا قلت انت ما كتحان وانت تقول انا جاي معاك واحده قامت ونسكت هكا طولي ما حبش نص باش نموت حبيت نروح قدام كهرباء على ما غسلت نخت الراحه عليكم نحرق روحي نحرق روحي حليلي تعدت عليا برشا الطفله ذيك الله لا تربحها ان شاء الله عيطش عمرها كله هي تبكي كل ما تبكي نجي تصويرتي هكا قدامها نحب نطلع لها كيما كيما نزح عشيكم والله هكا في صح نحب نبزق تخبى الوقت خاطر خالط عليه يجري فهمت نحب صح فما عمركم شي ريت واحد نزح عنكم شو يزرق قبل بدنه انا بدني لنا وشبيك لنا لازم حاجه تخلط قبل خاطر الاخر هكا سي خلط علي بو هكا هو جدني من هنا هكا حاسين ما نزل في روحك المريول هكا هنا مش الموت بالغسول يا خيتي يا خيتي ما بردتش نحب نعضها من فمها والله نملك نعضها منها انا حلو هذا كل جبت عرف قهرتني كونت قرط اسمع تليفون مشيت تحشارج والله يا جماعه برجلي مشيت تحشارج
ومشيت نحي في البريز نتاع الموديم رجعت ويخي ولا يشعل بالاحمر. انا قاعده نخدم بالكاتجي، فاذا باش نحط الواحد البريز مش باش ياخذ الواحد هون سي بون. ولا ما بردتش انا ماني قاعده تحكيت عليها زدت غزلت. وخايتي انت ماكش فهمتني راه لا وريت لي حسيت وين. عندك الحق تفد، عندك الحق. انا كاين واحد يقعد يحكي برشا هكا توفد خمان على خاطرني عشت التجربه، كانت تجربه مريره جدا. سمرة شنو تنصحنا اللي عبد يحب يصلح من روحه ويقرب ربي الربي اكثر؟ ما فيها هذه علم يا دنيا، فيها علم يا دنيا. اي انسان يتقي ربي في عباده، على قد ما تتقي ربي ربي في ناسه، على قد ما انت قاعده تقرب له انديريكتومون وبسرعه كبيره بهروله. يعطيك الفرح ضحك. لا والله اي حاجه تضحك، انا حبيت نضحككم بها الحكايه. ما انا وقتها توجعت برشا، انا باش قلبي باش يقف. كيفاش هي توصل تعدى عليا قدنك معاقنة قاعده في التركينه مسكين ما اللي معاق مش يمشي يتحرك عشان تقتلوه في البلاد. حبيت حبيت ندخل صبعي في عينها هكا ما نعملها حاجه نحب بغيت. شنو فاطمه هيتك الواحد عايش بنتي خلي نعم بها نتاعي ديك خنوري قبل ما نسكر اللايف. في صافي صافي مشيتي حشار ساي شلطه حمراء هكا مشيتي حشار ما تسجلش كي تحشار. نصلي حريقها هي اها هاي اللي تعمل مساج الشعر البنات وتعاونكم شعركم يطويل وشعره تقوى ويبدا عندكم فوليوم. لنا لك جماعه شعرهم يزيد فوليوم منا في ليراسي كان احسن حاجه تعمل مطوح نشرب شعرك بالنتيجه احسن طريقه هي هكا. مش خير خير البنات تصلوا براسك هكا معناها تكا هكا وصل براسك هكا وعمل فهمت شي الدم يهبط للراس بالله يجاوبني هيا هكا واه في البريفي هاي باي باي.